الكلمة اللي ألقيتها بمؤتمر لندن كانت كتير مؤثرة. شكراً إلي. كانت تحليلاتك بمحلة وأنا بأيدك 100%. هذا من لطفك. أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا فيكي. أهلا. مرحبا. أهلا وسهلا عدنان بيك. وأخيرا إجوا. عن إذنك. أهلا وسهلا فيروز خاني. أهلا فيك. ما شاء الله طالعة حلوة كتير، ما رح أقدر شيل عيوني عنك. هذا من ذوقك. أهلا وسهلا. أهلين مدام. أهلين فيك. أهلا وسهلا. أهلين فيك. تأخرنا شوي، لا تأخذنا. العفو، هذا محلكم، تفضلوا. بين عليك كتير مبسوط. شي طبيعي يكون مبسوط لأنه كل أصدقائي حوالي. هاي إجوا. مرحبا. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا. ليش تأخرتوا عدنان؟ قلقت عليكم. احتفلنا بمناسبة كتير حلوة مشان هيك تأخرنا. خير؟ شوفي خير خير. بلكي أنت بتحبي تقلي لعمتك. ما عم صدق. مرحبا. مرحبا يا ولد. عدنان بيك. مرحبا. كتير فرحت. ألف مبروك حبيبتي. تتهنوا. مهند بيك عرض الزواج على نيهان. ألف مبروك. خبر كتير حلو. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكي. شكرا. شكرا لكم. إن شاء الله بتتهنوا. شكرا لك. يلا يا عدنان، رح نشوف أحفادنا عن قريب. عن إذنكم. تفضل يا حانو. إذنك معي. دعوتكم رح تكون كتير حلوة وسعيدة بالنسبة إلنا يا تحسين بيك. مهند ونهال انخطبوا. هيك لك. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا لك. شكرا. إن شاء الله ألف مبروك عدنان بيك. شكرا لك. نهال وينك لهلأ؟ قائت من الملل لحالي. يلا جاي. عن إذنكم بدي ورجيكي شغلة. ما شاء الله. شو الله يحميه. من هلأ لازم نجهز حالنا مشان عرس السنة. خطبنا. شوفي. شو صار؟ رنين صار عندها خبر. ما عم صدق. اسكتي. شو بده يقول حلمي بيك هلأ؟ كان متأمل يطلع شي من هداك البيت. رح ينتقم منا لأنه رجعنا وإيدينا فاضية. هلأ رح يبهدلني بدون سبب. استنى شوي، لسه الموضوع ما انتهى. أكيد رح نلاقي شي شغلة. يا ترى شو صار بالشوفير القديم؟ بده يرجع؟ ما بعرف، بس هلأ صعب يرجع. قد ما تأخرت جيته بيكون أحسن، وإذا ما رجع بالمرة بيكون أحسنين. طبعا مبسوط هنيك مو هيك؟ ما حدا قدك. مرتاح بشغلك؟ ما عم بيجي منا اخبار مثل ايام زمان. عم قلكم كل شيء. عن اذنكم. اذنك قدرات. مبسوطة؟ ايه كتير. شكراً إلك. عن إذنكم. إنعام خان، عدنان بيك، لو سمحتوا في ضيوف أجانب حابب أعرفكم عليهم. خلينا نروح. بكل سهولة. عن إذنك يا خان. هلأ برجع حبيبتي، ما بتأخر. ايه وأمتى العرس؟ ما بعرف، بس لا تعملوا بشباط لأني بوقتها رح سافر على إيطاليا. أنتي خبرينا عن جدول أعمال مشاويرك ونحن بنعمل برنامجنا حسب جدولك. نهال خطيبك عم يتمسخر علي.
تعالوا انتوا قولوا للخبر للماما. ما في داعي روح خبرهم واحد واحد ونحول المكان لصالة أعراس. انت لا تروح، نحن منروح. تعالي نهال. يلا. لكان هيك أقنعته لبشير. هذا الثمن اللي دفعت له اياه مشان سكته. صدقني ما بعرف كيف بدي اشكرك. تضحية كبيرة. عم بتضحي بحالك مشان تنقذ لي زواجي. هذا التصرف النبيل ما كنت متوقعته يطلع من شخص مثلك. مو وقت هالحكي هلأ إذا بتريدي. ليش؟ ما كنت بعرف إنك عم بتفكر فيي لهي الدرجة، وحابة أعبر لك عن امتناني. عم تحرق حياتك لأنك عم بتفكر فيني، فيني وبس. حبيبتي إن شاء الله ألف مبروك، بتمنى لكم السعادة من كل قلبي. شكراً لكم. عقبالي إن شاء الله. هدول إمتى كبروا؟ عن إذنكم رح شوف مهند شوي وبرجع. ماشي حبيبتي. اصحى بتزعل لأنك عم تدفع الثمن غالي. فكر بالشغلات اللي رح تمتلكها مع نيهان. مرحبا نيهان. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. انت شو عم تحكي؟ عم احكي مزبوط. اكيد انت فكرت رح تمتلك شغلات اكتر اذا صرت سهره لعدنان زياكي، اكتر ما تكون ابن قرايب العيلة، ما هيك؟ بشوفك. ماشي حبيبتي، مع السلامة. فعلا بتستاهل تعمل هالشي. كثير تفاجئوا العالم. نطلع نيهان؟ زحمة كثير. اختنقت. ماشي، خليني أقول لبابا. حرام، قلبي وجعني عليك. سمر، بكفي. شو بدك تساوي؟ حطيت حالك بموقف صعب، خبصت كثير. على القليلة أنا بحبه لعدنا، بس أنت ما بتحبه لنيهان. حرام عليك. Thank you.
Thank you.